السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير وبصحة وبهنا يا رب العالمين. ان شاء الله نشارك معاكم النهاردة لبس العيد لأولادي. طبعا انا بحب اجيب اللبس قبل بداية رمضان، عشان في رمضان ما بعرفش بقى انزل واضيع وقتي واضيع يوم والكلام ده. المهم هشارك بقى بسرعة وبعد كده هقول لكم التفاصيل واحنا كده شغالين. اول حاجة ده الطقم بتاع ابني احمد الصغير، انا ما خدتهمش معايا، بس الحمد لله الحمد لله رب العالمين ان انا بجيب المقاس مظبوط، بعرف مقاس اولادي، وما اجيب الحاجه كبيره سنه بحس يعني اعرف اتصرف فيها، يعني الحاجه كبيره شويه هتعرفي تتنيها هتعرفي تضيقيها، غير لما بتجيبي الحاجه صغيره طبعا هيبقى صعب ان انت ترجعيها. المهم ده طقم اولادي بس شيك جدا عجبني. الطقم ده عباره عن 4 قطع. دي يا جماعه طبعا السكارف، سكارف كده صغير ومعاه شنطه، وكمان البنطلون جبردين، وال والقميص ده. طبعا انا هحط لكم برده الصوره تكون كده ثابته وموضحه، بس في اللبس بصراحه حاجه تانية. هنا ممكن ينتمي كده نص بترفع بالزرار، تمام. القميص هنا ممكن ان احنا نفكه ويبقى بكم، لكن هو قماشته يعني صيفي، طبعا هو الصيفي كل اللي نزل في هنا قطع او حته من اللون اللي هو البني او الجمل الفاتح ده. الشنطه دي في تقومه معاها اسمر، وفي اللون ده الشنطه يعني بتختلف لون الشنطه. وهنا برضو الالوان في منها اللبني وفي منها اللون اللي هو الزيتي ده. طبعا انا جبت الزيتي عشان المقاس، يعني اللون ده حكمني في المقاس. كمان هنا بصوا البنطلون جميل، هو طويل. الطقم ده في منه شورت وفي منه بنطلون، بس المقاس بتاعه لقيت منه البنطلون، تمام. حاجه كده جميله في اللبس بصراحه، بتبان في اللبس اكتر، عجبني قوي وعجبني اكتر عليه بصراحه لما قاسه. الطقم تحفه تحفه. طيب الطقم ده بكام يا جماعه؟ انا جبته من مول القدس في العتبه في الشوازليه ب 325، ب 325. هقول لكم الاسعار وتقولي لي برده الاسعار عامله ايه، لان انا ما لفتش في اماكن تانية، تمام. فده اسعار 2022 العيد اللي هو عيد الفطر المبارك 2022، تمام. بس كده ده سعره 325، وبالظبط بالظبط يعني اتحسب على 320، عشان انا جبت ده وطقم بنتي وطقم بيتي، فهو مع بعضه يعني كده بالتقريب كده 320 جنيه. ده طقم ايه مودي. طبعا انا جبت له ايه بقى؟ بصوا بقى، انا جبت له الشوز وجبت له صندل. الصندل ده انا اخترته عشان يبقى اللون، يعني عشان يبقى اللون ده معاه ماشي، هو ايه بسيط كده وسهل وخفيف كده في الصيف ويكون نفس اللون. وبرده جبت له الشوز الاسمر ده، حاجه خفيفه وبينور، ده اهم حاجه ان هو بينور، طبعا بيلبسه يضغط عليه بينور، فالاسمر ده هيمشي مع اي حاجه، ينفع يلبسه على الطقم ده وينفع كمان هو بينور، بس عشان الجو عشان النور. استنى لا اخليه لكم ينور، يعني هينور اهو. الصباح طبعا لما يكون الدنيا مظلمه شويه بيبان اكتر وخفيف وجميل. انا بص مصدومه من اسعار الشوزات بصراحه، اسعار الشوزات رخيصة جدا جدا، هتتفاجئوا. هوريه لكم بس دلوقتي وهقول لكم الاسعار. تخيلوا انتوا بقى الاسعار كام. الشوزات خفيف وخامة حلوة ونظيفة، والله ده من العتبة يا جماعة. اي شوزات عايزين تجيبوها اسعارها فظيعة. تخيلوا الشوز ب75 جنيه، ب75 جنيه يا جماعة. الشوز ده 75 جنيه، والصندل ب45 جنيه، ب45 جنيه. والله انا ما مصدقه، حاجات بصراحه روعه، مقاسات كبيره صغيره، كميه الشوزات هناك في العتبه اسعارها رخيصه جدا. وشوز برضو بصوا رينات، طبعا لسه هوريكم الطقم بتاعها. بصوا الشوز هي طبعا عايزه ابيض عشان حسب الطقم. بصوا الشياكه اهو، هي حاطه ايه ده، حاطه الشمع دام فيها، حاطه الشمع فيها. الخامه بصوا يا جماعه خفيفه وجميله وحاجه جديده، ال 75 جنيه الكوتشي، تخيلوا 75 جنيه و75 جنيه وده ب 45. وفي هاف بوتات معمول عليها عروض، لحظه واحده يا مودي، في هاف بوتات معمول برده عليها عروض ممكن تاخدها وتعينها للشتاء، تخيلوا برده ب 75 جنيه، بس انا ما لقيتش المقاس اللي انا كنت عايزاه ليا، فقلت ده بده نازله ثانيه. فبصراحه انصح اي حد ينزل لو العتبه بالنسبه للشوزات، اسعار الشوزات رخيصه جدا. بس دي بقى ايه، ده حزام لرينات، ودي بيجاما بيتي. بصوا بيجاما بيتي اهي، حاجه كده خامتها قطن جميله، وادي البنطلون بتاعها. البيجاما البيتي دي يا جماعه سعرها ب 110، برده من مول القدس. هقول لكم دلوقتي طبعا المحل اللي انا جبت منه، وانا جبت منه كل الهدوم يعني، جبت منه الطقم بتاع رينات والطقم بتاع مودي. بصوا ده بقى بتاع رينات، ده بتاع العيد، ده الشكل كده من بره قبل ما افتحه، بنطلون جينز وعليه البلوزه دي اهو، والشوز الابيض عشان كده جبت لها الشوز ابيض.
جبته برضو من مول القدس. هو مول القدس المحل طبعا هسيب لكم العنوان بالتفصيل دلوقتي، انا صورت برضو معاه في المحل ده. بصراحه لفينا كده في الاخر ده عجبنا منه، فجبت منه بقى ايه الحاجه على بعضها. بصوا يا جماعه البنطلون خامته جميله، كان فيه طقمين فاخترنا الطقم ده. هبصوا فيه هنا شرشيب كده في الاخر، طبعا الصوره اللي انا وريتها لكم موضحه، وهو مقاسها كبير شويه، انا جبت المقاس كبير شويه عليها عشان رنات بنتي ضعيفه شويه، فالمقاس كبير شويه فممكن ابقى اظبطه لها يعني مثلا اضيق من الجناب هنا شويه، مش مشكله الطول كده كده بنتحكم فيه. هنا بصوا برضو رباط جاي معاه كده بتتحكمي فيه، يعني ممكن بتشد كده، هو نظام كده ان هو من قدام مثلا قصير شويه ومن ورا طويل شويه، يعني بديكي كده ايه زاويه هنا تبقى شكلها حلو يعني في اللبس. فهو بس يتضيق من الجناب، هو عباره عن نص كم، لا تلتين كم كمان، تلتين كم اهو. حاجه برضو في صيفي جميله ومريحه، هي ما بتحبش الفساتين، انا بحب ان انا مثلا في فساتين شكلها جميله وبتبقى سعرها غالي شويه، بس هي ما بتحبش الفساتين اصلا. يعني انا عندها فستان جميل والله كان تحفه، كنت جايبه لها ب 600 جنيه من سنتين مركون زي ما هو في الدولاب. هي بترتاح في البناطيل، يعني بتحب لبس البنطلون مثلا الجينز او اي نوع بنطلون يعني، وعليه مثلا تيشيرت حاجه مريحه، يعني ما بتحبش الفساتين ولا اللخمه ولا ان هو يكون قصير ولا كده. بس قولوا لي بس عايزه رايكم في البنطلون ده، هل ان انا اوديه للخياط مثلا يضيق فيه شويه، ولا هو الحزام على فكره لما بتلبس الحزام بيكون مظبوط صح، عشان بس ما اعملش كلاكيع وحاجات من دي. وانا بقترح برضو ان ممكن اخليه بالحزام احسن. طيب الطقم ده سعره كام؟ ده ب 320 برضو، ده ب 320 جنيه اهو، ده برضو من المحل، هو يعني طقم مودي وطقم رينات زي بعض في السعر. قولوا لي برضو الاسعار عامله ايه، بس اللي انا بصراحه يعني انا ملفتش لسه، انا ملفتش في اماكن تانية فما اعرفش برضو الاسعار عندنا ايه. طبعا انا كان الوقت متحكم بما ان انا كنت اول مره انزل القاهره واروح مثلا العتبه واروح للمول وحاجات دي، فيعني كانت اول تجربه فجبت سريعا. انما اياد ابني طبعا هجيب له من هنا لان هو عايز يجي هو يختار الحاجه، فانا ما حبيتش ان اخد ولادي عشان الزحمه وكده، فقلت هجيب له من هنا من عندنا من الشرقيه يعني، يا اما زادي يا اما بالبيس كده يعني. بس قولوا لي اسعار الشوزات انا مصدومه فيها، هل انتم مصدومين برضو ولا ده عادي ولا ده ايه بالنسبه لكم؟ هشوف بقى الفيديو كام دقيقه، يا اما احط لكم، يا اما اسيب ده لوحده تمام في فيديو، وبعد كده احط لكم جوله في المحل اللي انا جبته. بس بقيت بقى الاكسسوارات والشنطه والحاجات دي انتوا عارفينها، ومثلا طقم بيتي المودي ده هبقى اجيبهم من هنا من عندنا. بس بصوا بقى ان شاء الله هشوف، هسيب لكم الفيديو ده كده لوحده، او لو لقيته صغير هقوم حاطه الجوله في المحل اللي انا جبت منه في مول القدس مع الفيديو ده مع ده. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بشوفكم فيديوهات تانية جديده ومفيده. سلام عليكم.